أيتها الشمس اغفري لنا ذنوبنا وامنحينا العطاء والخلود والخصوبة. الرحمة الرحمة، إننا لا نعبد سواك. سوف ألقي الرسالة على الملكة وهي في هذه الحالة. ممن هذه الرسالة؟ ماذا تحوي هذه الرسالة؟ رسالة من ملك يدعى سليمان. من سليمان هذا؟ سوف أقترب منهم أكثر. اجمعوا لي الأمراء والسادة للحضور للقصر فورا. سمعا وطاعة يا مولاتي. التي تدعيننا بهذه العجلة؟ لقد وصلتني رسالة من الملك سليمان. نعم الملك سليمان، وإنني أستشيركم، ماذا نحن فاعلون تجاهها؟ إنه يأمر في رسالته أن تأتوه مسلمين، ورسالته تحمل كلمات واضحة وقليلة ومتعالية ومهذبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. نعم إن لدينا جيشا قويا، ولدينا من الأسلحة والعتاد. لا أريد منكم ذلك. يبدو أن الملك أكثر حكمة من هؤلاء الأمراء، ورسالة النبي سليمان أثارت تفكيرها أكثر مما استفزتها للحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. صدق الله العظيم. ولأن بلقيس كانت ماكرة وذكية، فكرت في أن ترسل بهدية إلى سليمان عليه السلام، حيث رأت أنه ربما يكون طامعا في مالها، وقررت أن ترسل إليه بهدية ليعرف من يحملها إليه، كم تكون قوته وحالته. يا قومي، أرى أن نرسل إليه بهدية لينظر رسلنا قوته وحالته، وعندما يعودون يخبروننا فنحدد كيف نتعامل معه. إن هذه الهدية ستغضب سليمان. نعم الرأي يا مولاتي. نعم الرأي. Thank you.
إنها هدية فخمة للغاية. نعم، إنها هدية ثمينة جدا، وسوف يسعد بها الملك سليمان. الطريق طويل. هذه أوامر الملكة. هذا كل ما حدث. قال سليمان: أيها القادة، ليحتشد الجيش بكل قوته. سمعا وطاعة. سمعا وطاعة. سمعا وطاعة. بعد أن انتهى سليمان من استعراض الجيش، دعا سفراء بلقيس إلى مائدة الغداء، وكانت مائدة ضخمة تضم جميع أنواع الطعام، وقد وضع في أطباق من ذهب. انظر إلى المائدة، إنها تحوي كل أنواع الطعام، والأطباق من الذهب. انظروا لمن يخدمنا، كيف هي ملابسه، إنها قيمة مثل ملابس الملوك. لا بد أن نأكل بسرعة. إنهم أخبرونا بأننا سنتوجه بعد ذلك لقصر الملك. لقد انتهيت من طعامي. قدم كبيرنا بتقديم الهدية للملك. هذه الهدية بعثت بها ملكتنا بلقيس إليكم. إن الملك يتأمل هديتنا. لقد ألقى الهدية وغضب. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. صدق الله العظيم. لقد رفض الملك هدية الملكة. قال سليمان: ارجع إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يقول إنه سيبعث بجنود لا قبل للملكة بها، وسيخرجها وقومها أذلة. أيها الملك الكريم، لعلك تعطينا فرصة حتى نعود ونحضر لك الملكة بسلام دون اللجوء للحرب. لقد شاهدنا العجب في مملكة سليمان. نحن ضعفاء وفقراء بالنسبة لهم. لا قبل لنا بهم. عليك يا سيدتي أن تذهبي إليه، وإلا أخرجنا من مملكتنا أذلة صاغرين. الوضع جد خطير، وقد منحنا الملك مهلة قصيرة لتذهبي إليه. سوف أذهب إليه، سوف أغادر المملكة، وعلى قائد الحرس تكثيف الحراسة على هذا العرش. أمر مولاتي. وأنت أيها الحاجب، فلتجهز الرحلة لبلاد الملك سليمان فورا. سمعا وطاعة يا مولاتي.